بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي، معادنا إن شاء الله مع درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي، وهو بعنوان المفاهيم الأساسية للإنترنت. كده إن شاء الله شباب نكون دخلنا في الوحدة التانية. أول حاجة بنعرفها في الوحدة التانية في الإنترنت هي أنواع الشبكات. إحنا عندنا نوعين من الشبكات، شبكات واسعة المدى اللي هي اسمها وان، وشبكات محلية المدى اللي هي اسمها لان. الشبكات الواسعة اللي هي الوان دي هي تربط أجهزة تبعد عن بعضها مسافات كبيرة زي المدن والدول والقارات. طيب اللان هي شبكة تستخدم في المؤسسات الصغيرة زي في المدارس والجامعات وفي المنازل أو المنازل الإيه المجاورة. أنا عندي نوعين من الشبكات، الشبكة لان والشبكة وان. لان زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامنا، هي بتربط إيه هنا أجهزة موجودة في نفس المكان تقريبا، في شركة أو في مصنع أو في بيت. أما هنا الوان دي بتربط إيه شبكات طبعا اللي هي الواسعة المدى، بتربط ما بين الدول والقارات والمدن والمسافات الإيه البعيدة. الإنترنت هو إيه عبارة عن إيه الإنترنت؟ قال لي هي شبكة مكونة من مجموعة من الشبكات المترابطة مع بعضها البعض. طيب علشان يكون عندي انترنت ايه هي المتطلبات بتاعته؟ متطلبات الاتصال بالانترنت، اول حاجه يكون عندي جهاز كمبيوتر وفي حاجه اسمها كارت شبكه. تاني حاجه يكون عندي مزود خدمه الانترنت اللي هي بنرمز لها او بالاختصار ISP، عباره عن الشركه اللي بتقدم الايه الخدمه الايه الانترنت. تالت حاجه يكون عندي مستعرض الانترنت وهو برنامج لعرض الايه صفحات الويب. طيب تعالى ناخد كده، قلنا اول حاجه ايه، ها جهاز كمبيوتر بيكون فيه كارت شبكه. تاني حاجة يكون عندي مزود الخدمة زي الشركات، زي شركة مثلا تي اي داتا أو شركة فودافون أو شركة لينك. رقم تلاتة يكون عندي متصفح انترنت أو البرنامج اللي بيشغل لي الانترنت زي مثلا جوجل كروم أو انترنت اكسبلورر أو فايرفوكس. من أهم مستعرضات الانترنت البرامج اللي بتعرض للنت زي ايه؟ أول حاجة برنامج جوجل كروم، تاني حاجة برنامج انترنت اكسبلورر ودوت برضه شكله، وتالت حاجة عندي برنامج فايرفوكس. طيب عندي حاجة اسمها البروتوكول. يعني ايه بروتوكول؟ البروتوكول ده هو قواعد الاتصال بين اجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الانترنت. في قواعد كده بتربط الاتصال بين اجهزة الكمبيوتر كلها اللي موجودة على نفس الشبكة او شبكة دي الانترنت. طب ايه وظيفة البروتوكول ده؟ وظيفة البروتوكول ان هو بيعمل ارسال واستقبال البيانات عبر الانترنت، فكل بروتوكول ليه وظيفة محددة. طبعا في بروتوكولات كتيرة جدا، واحد منهم اللي هو بيعمل ايه، بيعمل ارسال واستقبال للبيانات عبر ايه على الانترنت. درسنا قبل كده في الترم الاولاني حاجة اسمها الارتباط التشعبي. ايه الارتباط التشعبي دوت؟ هو عبارة عن صورة او نص مرتبطان معا بعنوان معين، ولما بضغط عليه بينتقل للعنوان ده اللي هو اللي احنا بنسميه الهايبر لينك او احنا بنسميه اللينك. طيب عندي حاجه اسمها داونلود اللي هي انزال الملفات من الانترنت. ايه تعريفها؟ هي نقل او نسخ او انزال الملفات من الانترنت الى الايه الى الكمبيوتر. عكس الداونلود هي الابلود اللي هو تحميل الملفات للانترنت، يعني برفع ملفات من عندي من على الجهاز الى الايه الى الانترنت. دي معناها النقل او نسخ بمعنى رفع الملفات من الكمبيوتر الى الانترنت. طيب وصلنا للجزء الثاني شباب وهو الاسئله. السؤال بيقول ضع علامه صح او خطا، يتكون موقع الويب من صفحه ويب واحده فقط. طبعا اجابه خاطئه. اي اس بي من متطلبات الاتصال بالانترنت وهي مزود الخدمه بتاعه الانترنت اللي هي الشركات. طبعا اجابه صحيحه. رقم ثلاثة داونلود هي عملية نقل ملف أو برنامج من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الإنترنت. لا ده كده مش تعريف الداونلود، ده تعريف الأبلود. يبقى الإجابة هنا إيه خاطئة. هنا أبلود أهو هي عملية نقل ملف أو برنامج من النت من الإنترنت إلى الجهاز. لا ده برضه تعريف الإيه الداونلود وليس الأبلود. وصلنا شباب ليه سؤال المتفوقين، والسؤال بيقول أكمل من أشهر محركات البحث. عايز ثلاثة من أشهر محركات البحث. وبكده شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. إن شاء الله نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.